السلام عليكم، انا اخوكم عمرو سيد ودي قناتكم قناه المرشد الزراعي. النهارده ان شاء الله تاني مره نجمع من شجره الخوخ على الهوا طبعا، لكن بالفعل دي تالت مره لان في مره خفينا برضو الشجره وما ظهرش في فيديو لان ما صورناش. الاحجام طبعا ما شاء الله والالوان، ابتدت الشجره الخوخ يلون باستخدام السماد العضوي فقط. والفيديو ده بإذن الله مش هيبقى طويل عشان ما نضيعش وقت، أو عشان وقته ما يبقاش طويل. الناس اللي بتشتكي من وقت الفيديو، احنا هنعرض النتائج بس، والجمع يتم عادي مش على الهوا، وممكن نبقى نبين في الآخر. دي ما شاء الله الأحجام، الشجر جنب بعض، الدوابر أو العيون بتاعت الخوخ لازقة ببعض ما شاء الله. الشجرة دي اتجمع منها مرتين، وطبعا زي ما اتفقنا ان ميزة السماد العضوي ان انت بتقدر تجمع من الشجرة مرة واثنين وتلاتة، والمحصول اللي عليها ايا كان المحصول، مش شرط يكون خوخ، اي محصول على الشجرة ما بيحصلوش اي مشاكل، بيفضل موجود ما بيسقطش الا بصعوبة طبعا، او بيع على الارض بصعوبة لان مفيش اي تأثير عليه بسبب الكيماويات. ان شاء الله طبعا لون جميل، وحاجة بتبقى يعني تفرح صاحبها او تبقى كويسة ليه، لان انت اللي بتبقى زارع الشجرة ومتأكد ان انت خادمها سماد عضوي امن على الصحة تماما، غير طبعا الاسمدة الكيماوية. الشجر ما شاء الله احجام جميلة، الوان ممتازة. دي طبعا كانت شجرة، هنبين نموذج تاني بس هيبقى شجرة واحدة بس عشان ما نطولش وقت الفيديو. دي كده معانا النموذج التاني، نفس المعاملات، السماد العضوي طبعا. السماد العضوي بيبقى ليه كذا استخدام، يعني مثلا بيتصنف ان الفترة ان انا ببقى عايز احجم المحصول ده بضطر ان انا استخدم اي حاجة البوتاسيوم فيها عالي، وده طبعا بنلاقيه في مخلفات الاغنام او سماد الاغنام، ولو خلطنا مخلفات الدواجن او الفراخ على مخلفات الحمام، زبل الحمام، هيدينا حاجة قريبة من مخلفات الاغنام. تمام ما شاء الله الانتاج بيطلع من تحت، بس احنا منرفعش الشجر عشان الفروع ما تتكسرش، لان زي ما وريناكم اكتر من فرع بيتكسر بسبب الاحمال. عليه حمل ما شاء الله، انتاج وفير طبعا، اكتر من مرة اتشال منه محصول. وبنبتدي طبعا ان احنا نفضل نخف طبق اللي كبر ونسيب الصغير يحجم براحته، لان احنا مش مرتبطين ببيع او حاجة، لان زي ما قلت لكم ديك عبارة عن جنينة خاصة ليا، والحاجة ديك ليا والاصحابي ممكن اديهم برضو منها، فمش مضطر ان انا احجم بسرعة او اخليها تكبر بسرعة مثلا، او ان انا اشيله في وقت واحد. يكفي ان انا كل فترة اخد الحاجات اللي الوانها بيبقى كويسة، احجامها بيبقى كويسة ان شاء الله. فرع طبعا مايل من الحمل اللي عليه. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، وده طبعا فيديو عن محصول الخوخ تكملة للفيديوهات اللي فاتت، وتأكيد مننا ان الشجر مش شجرة واحدة اللي مثلا فيها حمل كبير او حاجة، لا ما شاء الله كل الشجر نفس الموضوع. فأتمنى إن شاء الله لو الفيديو عجبكم لا تنسوش لايك وسبسكرايب وطبعا اشتراك في القناة، ولو عجبكم طبعا الفيديو بكل طبعا صدق وكل أمانة، تجربتنا معاكم تجربة على الهوا، مفيش أي مصلحة لينا أو ما بنعملش دعاية لمنتج معين. فإن شاء الله أتمنى إن انتوا الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا له شير لأصدقائكم،
ومع بعض ان شاء الله نكمل التجربة زي ما ابتديناها بعنوان ازرع عضوي صحتك اهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.